خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من تونس، نطمن منه على اليوم الاخير والساعات الاخيره ولا مسات الاخيره للنادي الاهلي قبل مواجهه الاتحاد المنستيري بكره ان شاء الله. كريم، مساء الخير واهلا بيك. مساء الخير عليك وتحياتي ليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك وبرحب بكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني بالتاكيد احنا مشتاقين والاهلي وحشنا، وخصوصا انه بداياته وظهوره تحت قياده مستر مارسيل كولر مع الصفقات الجديده، الاول هيكون في مشواره في بطوله افريقيا، وخصوصا كمان المباراه بتتلعب في تونس. عايزين نطمن منك على الاجواء عموما عندكم عامله ازاي، نطمن منك على بعثه النادي الاهلي، جهاز فني ولاعبين. تحدي كبير وجديد ان شاء الله باذن الله الفريق للنادي الاهلي، وانطلاقه يا رب ان شاء الله تكون من نصيبنا وتعود الاميره السمراء البطوله الافريقيه من جديد في مقر النادي الاهلي بالجزيره. بالجديه والشخصيه والاجتهاد الكبير والروح الفنانه الحمراء ان شاء الله اي امور او اي عقوبات او اي يمكن صعوبات تقابل فريق النادي الاهلي يستطيع ان هو ان شاء الله يعني يعديها بلغه الكوره، ويقدر ان شاء الله باذن الله ان يسعد كل جمهور النادي الاهلي. الترتيبات الحقيقه كانت مميزه جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي لتواجده هنا في طبعا سوسه للترتيب لفنادق الاقامه، التحرك، التدريبات، كل الامور دي الحقيقه يمكن كان لابد يكونوا متواجدين. يعني احنا على طول متعودين ان تونس كابتن سيد والكابتن سمير على طول بيكونوا متواجدين مع بعثه فريق النادي الاهلي من القاهره الى هنا، لكن الحقيقه يمكن في ضغط كبير جدا هنا في مدينه طبعا سوسه اللي فيها مقر فريق النادي الاهلي، عندهم بعض طبعا الحفلات وعندهم بعض البطولات، فيمكن الفنادق كانت محتاجه الخبره الكبيره زي ما اكدنا وقلنا للكابتن سيد والكابتن سمير، ووفروا الحقيقه فندق مميز جدا ساعد فريق النادي الاهلي في التركيز وفي كل الامور طبعا الخاصه بفريق كره القدم. النهارده اليوم الثالث تعتبر الاستعداد الاخير لفريق النادي الاهلي مع التدريب الاخير على ملعب مصطفى بن جنات او ملعب الاولمبي لمصطفى بن جنات طبعا بمدينه المنستير. عايز اكلمك في البدايه على حاله الملعب، يعني الشكل الظاهري احنا عارفين الشكل الظاهري ممكن يخدع شويه جمهور النادي الاهلي، يعني نجيله ثقيله شويه يا زميلي احمد، يعني الكوره يعني الكوره بتجري والكوره بتمشي، ما فيش مطبات زي ما احنا بنقول بلغه الكوره، لكن الكوره ثقيله شويه، يعني بنتمنى بس ما يبقاش في كرامبات او في حاجه، لان انت عارف النجيله لما تبقى عاليه شويه بتحتاج مجهود اكبر من لعيبه النادي الاهلي، لكن كل اللعيبه النهارده يمكن ادت اداء وتدريب مميز جدا طبعا تحت قياده مستر مارسيل كولر. الاطمئنان والحاله المعنويه ورغبه اللعيبه وكل الامور دي الحقيقه شايفينها من البدايه مش من التدريب الاخير، يعني من الطائره ومن الاحاديث مع اللاعبين ومن مارسيل كولر الحقيقه اللي يمكن مهتم جدا بالجلسات الفرديه مع لعيبه النادي الاهلي. مش هنذكر اسماء، لكن الحقيقه الراجل بيحاول اي لعيب بيشوف في بعض القصور او بيحاول ان هو ياكد له على معلومه بيقعد معاه جلسه بيتكلم معاه بيحفز بيوصل المعلومه، وبتشوف في التدريب الترجمه طبعا على ارض الملعب. الامور الحمد لله طيبه جدا بالنسبه لنا، التدريب النهارده كان 60 دقيقه طبعا طبقا للتعليمات الخاصه بالكاف، كلها طبعا كانت امور عاديه جدا. التدريب الاساسي كان امس اللي كان فيه التكتيك وكان فيه التشكيل وكان فيه كل الامور الخاصه طبعا بمباراه الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري يمكن زي ما بقول عامل حساب كبير جدا لفريق النادي الاهلي، الصحافه التونسيه، الامور طبعا الخاصه بيه، الناس تتكلم معانا، بنيجي نسال على صحفيين، نسال نتكلم على الجمهور، لا النادي الاهلي قيمته كبيره جدا كالعاده طبعا. الاتحاد المنستيري محضر فرقه مميزه جدا ادت اداء مميز خلال الموسم الماضي، لكن احنا النادي الاهلي وهم عارفين ان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا في البطوله الافريقيه واكبر طبعا كمان في اي المباريات القوية والحساسة، هي انطلاقة قوية وانطلاقة جيدة، لكن يا رب ان شاء الله زميلي احمد كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وكل الترتيبات ان شاء الله تكلل بالنجاح مع فريق النادي الاهلي. كلمني على الملعب وعلى الحضور الجماهيري، انا عارف انه الاستاد او الملعب هيتلعب فيه مباراة ساعته مش كبيرة قوي يا كريم، هل اتحددت فكرة يعني حجم الحضور الجماهيري في المباراة؟ هل تم تخصيص اماكن معينة لجمهور النادي الاهلي لو حضر طبعا، سواء من المصريين المقيمين هناك او حتى لو ناس فكرت تروح تحضر مباراة في تونس؟ السعة طبعا الخاصة بالملعب الاولمبي لمصطفى بن جنات هي 20,000، لكن انت عارف طبعا هنا الترتيبات الامنية الخاصة بحضور الجماهير، يعني هم واخدين موافقة ب 10,000. خلاص يمكن اقدر اقول لك تم بيع التذاكر بالنسبة طبعا للجانب الاتحاد المنستيري ب 8,000 تذكرة، لكن يعني احنا ما بناخدش بين التصريحات الصحفية على قد ما بنحاول ان احنا على ارض الواقع نشوف هذا الامر، الثمانية بيبقوا 10 بيبقوا 11 بيبقوا 12 ده اللي متوقع، لكن يعني الامر اللي احنا شايفينه والشكل العام الاتجاه هنا في الاتحاد التونسي يعني من 8 10,000 مشجع جمهور النادي الاهلي لهم مكان مخصص. يعني انت طبعا هتتابع الملعب غدا، لكن الملعب هو شبيه شويه بملعب الجونه، يعني هم مدرجين يعني اولى وثانيه يمين واولى وثانيه شمال، لكن ما فيش الثالثه يمين والثالثه شمال، ملعب مفتوح في هواء شويه في منطقه سكنيه، لكن يا رب ان شاء الله المناخ والهواء اللي احنا شفناه النهارده ما يكونش زياده عن اليوم، لان انت عارف طبعا الملعب بيكون مكشوف بيتطلب يعني مجهود كبير جدا من اللعيبه. هي مدينه ساحليه كريم، الامور دي بيبقى فيها صعوبه شويه، لكن ان شاء الله
هل مدينة بالظبط زميلي احمد، هي مدينه ساحليه يعني بتطل طبعا على الساحل، الهواء والرطوبه فيها عاليه شويه، لكن النهارده الحقيقه زميلي احمد الجو كان ممتاز بالنسبه للتوقيت الخاص بالمباراه 3 عصرا. فبنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى باذن الله غدا نفس التوقيت ونفس المناخ ان شاء الله يساعد فريق النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي 200 فرد ان شاء الله محدد ليهم مكان يكونوا متواجدين في حاله الحضور. الاجواء مطمئنه جدا، حاله اللعيبه مطمئنه جدا، بعتنا رساله كبيره جدا ان شاء الله يعني على العهد والوعد لعيبه النادي الاهلي، تكون انطلاقه موسم يسعد كل جمهور النادي الاهلي وحقق كل طموحات مجلس إدارة النادي الأهلي. طبعا اللقطات اللي احنا بنعرضها دلوقتي يا كريم هي لقطات لمدينة المنستير في تونس. جمهور الكرة هناك يعني شبه جمهور الكرة في في في, في يعني جمهور نادي الترجي، جمهور النجم الساحلي، لان احنا انت عارف اول مرة بنقابل اتحاد المنستيري، هو فريق يمكن بالنسبة لمعظم الجماهير الأهلاوية يعني مش معروف قوي. يمكن هنا احنا متواجدين طبعا في سوسه في مقر الاقامه هنا، الكل بيشجع النجم الساحلي، لكن طبعا المنستير طبعا ما روحنا النهارده للملعب، الاشارات طبعا والهتافات وانت عارف طبعا كل الامور الخاصه به، الجمهور طبعا اللي بيكون متواجد بيتابع حفله فريق للنادي الاهلي، يعني الكل طبعا ما كانش في جمهور كتير، يعني ما اقدرش اقول لك ان كان في جمهور كتير قابلنا النهارده من مقر الفريق الى الملعب، لكن غدا هو اليوم الحاسم، يعني بناكد على هذا الامر، تحرك الفريق، التامين، مدى وصولنا، كل الامور دي مهمه جدا اكيد عليها مهمه جدا الحقيقه من الكابتن سيد عبد الحفيظ. ويا رب ان شاء الله زي ما باكد لك زميلي احمد، دعوات كل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، يا رب كل التوفيق ان شاء الله للجهاز الفني للاعبين، ونعود ان شاء الله من تونس بنتيجه ايجابيه جدا ومشوار طويل في البطوله الافريقيه. طيب يعني خليني اقول لك وانت معانا على الهواء، يمكن انتهت مباراه او مواجهه الاهلي، عمالقه الاهلي طبعا فريق الباسكت بيلعب في البطوله العربيه في مواجهه الرياضي اللبناني، النادي الرياضي اللبناني بفوز النادي الاهلي بنتيجه 88 مقابل 71، وكده دي بتكون المحطه الاخيره للاهلي في دور المجموعات. كل التوفيق ان شاء الله لفريق الباسكت ويرجع لنا باللقب وبالبطوله. كنت بسالك على الجمهور ليه يا كريم، لانه انا يمكن من حوالي اسبوع تقريبا او 10 ايام كنا تواصلنا طبعا وعملنا لقاء من خلال شاشه الاهلي في السادسه هنا مع رئيس نادي الاتحاد المنستيري، وكان كلمنا على فكره انه بوابات الملعب او مدرجات المخصصه لجماهير نادي الاهلي هتفتح بالمجان. هل في اي خبر او اي تاكيد على الجزئيه دي؟ لان انت عارف وقت الجد ممكن امور كتيره تتغير، فبرضه نبقى عندنا المعلومه اب تو ديت زي ما بيقولوا. يعني حتى هذه اللحظه زميلي احمد المعلومه لم تؤكد، لكن يعني هي قله العدد في المنستير ممكن يعني الايحاء كده، ممكن هو يقول لك اللي هيجي يكون متواجد، لان هو عارف ان العدد مش هيكون كبير بالنسبه للمنستير زي ما بنكون متواجدين في مطار قرطاج وما بنلعب النجم وما بنلعب الترجي، لكن كل الامور دي الحقيقه لم تحسم، لان لسه الاجتماع الفني يعني انت عارف الاجتماع الفني بتوقيت هنا في تونس الخامسه، الكابتن سيد الكابتن سمير عدلي متواجدين، كل الامور دي ممكن يتم مناقشتها ويتم ايضا كمان اتخاذ الموافقه عليها، لكن يا رب ان شاء الله حتى الجمهور حتى يعني لو حتى عدد قليل دخل الاستاد سواء بتذكره، انت عارف جمهور النادي الاهلي يعني عايز يعمل اي حاجه عشان يكون متواجد، وكمان تحديدا ما بيكون خارج مصر، فيا رب ان شاء الله العدد القليل المتواجد او العدد الكبير المتواجد يعني يسمعهم ويوصلوا لفريق النادي الاهلي، وان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى يكون معنا باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، وان شاء الله باذن الله يكون بدايه موفقه لفرقتنا ونجومنا بكره.